محمد مصطفى وعمر خالد، عمر خالد ومحمد مصطفى، والموقف بقى صعب. ليه؟ السؤال اللي هيتجاوب هيبقى ليه قيمته. السؤال الثالث، أدب، من هي الكاتبة صاحبة رواية في قلبي أنثى عبرية خطف البزر؟ إجابتك خولة حمدي. عندك إجابة تانية؟ ممكن يبقى في إجابة تانية. أي خولة حمدي. الهدف الأول اتنشرت في 2012 ومن أكثر الروايات العربية مبيعاً في الفترة الأخيرة.